السلام عليكم، معاكم محمود الهيتي من جيم مصر. ولسه مكملين في نفس الكتاب. النهارده في اول فيديو في تمرين الصدر. تمرين الصدر مش معقده زي تمرين الكتف، الفيديوهات مش هبقى كتيره، بس في ملحوظات صغيره جدا في بعض التمارين. حلو الكلام. النهارده هنبتدي باول حاجه تمرين. طبعا انا بقول لك الكتاب ده بيبتدي بيه، مش معنى كده انت لازم تبتدي بنفس التمرين. البنش العالي بالبار ما فيهوش اي حاجه خالص، ما فيهوش اي يعني صعوبه فيه، بس هي الفكره كلها ماسكه البار. في ناس بتمسك البار ضيق جدا، وفي ناس بتمسك البار واسع كتير. انت لاحظ الريست ولاحظ الكوع بيحاولوا بالظبط يكونوا تحت بعض، مش اوسع ومش اضيق، بحيث انت ما تنزل تبقى انت مستريح. تعال اوريك الكلام ده معناه ايه. وشايف انت العضله المستخدمه الاساسيه طبعا الصدر العالي زي ما احنا شايفين هنا اهوت. طبعا بتجيب معاها جزء شويه من الصدر الوسط اللي هو الوسطي، بس اكتر حاجه بتشتغل فيها اللي هو الصدر العالي. فاي حركه سواء الصدر او الكتف، اي حركه انت بتزق فيها هنا او هنا، الترايسبس بتشتغل معاك كعضله مساعده. تعال اوريك دوت الماسكه بس بتاعتها. في الجيم اللي عندي ما عنديش بنش كامل اللي هو المايل، فلو هتمرنه حاجات زي كده يعني. فبتمسك مثلا ايد من هنا اهوت وبتنزل. حلو الكلام. تختلف من كل واحد. في ناس بس بتعرف تنزل هنا لغايه الاخر، وفي ناس بتنزل لغايه تحت خالص. الفكره كلها انت تركيبك عامل ازاي. زي ما اتكلمنا في عضله الكتف، التركيب العظمي بتاع الكتف نفسها اللي هو بالظبط عامله زي هي عظمه الكتف عامله كده اهو. فهي الحركه نفسها بتختلف من شخص للتاني. تعرف تنزل قد ايه مش هتفرق، بس اهم حاجه انت تتحكم، واهم حاجه دراعك ما يكونش بره قوي وما يكونش ضيق قوي. انت لما بتنزل من هنا يبقى انت كده بتضر نفسك وبتاذي كوعك. لو مفتوح شويه تنزل لغايه تحت، تطلعها لغايه فوق. خط مستقيم وتطلع تاني في خط مستقيم. حلو الكلام؟ دوت بالنسبه للبنش العالي بالبار. ما زي ما قلت ما فيهوش كلام كتير، فمش عايز اعقده زياده عن اللزوم. تعالى بقى نتكلم بقى على البنش المايل. ده حدوته لوحده، هنخلص جزء من الحدوته النهارده وهنخلص جزء من الحدوته المره الجايه. اول بس عشان نبقى متفقين، الشغل الاساسي فيها بيبقى في الشغل العضله الوسطى. حلو كلام. بس اكتر من الخارج مش من الداخل. لما الناس بتقول عايزه تتمرن عضله داخليه، في تمرين تاني هوريه لك بيركز اكتر على العضله الداخليه. حلو كلام. زي ما انتم شايفين نفس النظام ده 90 درجه، وهتكلم على فرق ما بين كوعك يبقى بره وكوعك يبقى جوه. بس حدوده النهارده بقى ايه يا معلم؟ تعال بص الثلاث اشكال دول. اول شكل فيهم هم بيسموه الكلاسيك، اللي هو اصلا زي ما بيقول ايه ابوهم، يعني ابو الاوضاع كلها. شايف ظهره عامل ازاي؟ لامس للبنش، وصدره لامس للبنش. حلو كلام. تاني وضع بيحاول يرفع وسطه. ده للاسف بنلاقيه جدا في اللعيبه اللي هم رافع الاثقال. هو ده الاسلوب بتاعهم عشان يرفعوا اوزان تقيله. دي حاجه بتاعتهم هم، دي حاجه ترجع لهم هم، دي رياضه تانية خالص غير رياضه كمال الاجسام. ما ينفعش ان احنا ايه نعلق عليهم او نحاسبهم عليها يعني. بس المشكله في الاوضاع دي بيبقى فيه اصابه في اسفل الظهر، بيبقى فيه بتعرض نفسك، انا اسف معلش، بتعرض نفسك ان يكون في اصابه في اسفل الظهر كتير جدا. لو انت واحد من الناس اللي ما بتعرفش تلعب كلاسيك، حلو كلام، اللي هو الاسلوب العادي، وبتلاقي نفسك للاسف ان انت ظهرك بيقوس، يبقى انت لازم تلعب الموضوع دوت. بترفع رجلك. كان كابتن هاني مره عمل فيديو، كابتن هاني بينك كان عمل فيديو كويس جدا 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 بيتكلم على الموضوع دوت. دي اول نقطه هنتكلم عليها. تاني نقطه هنتكلم عليها ماسكه البار نفسها. الماسكه الصحيحه والماسكه الغلط. انا شخصيا واحد من الناس كنت بمسك الماسكه الغلط لغايه اما البار وقع عليا مره. الحمد لله يعني جت سليم. بس لازم نتعود كلنا نمسك الماسكه ديت، وهفهمك ليه. تعال بقى نتكلم ايه، ناخد الموضوع عملي شويه. نتكلمنا في اول حاجه قال لك اللي هي الكلاسيك. انت بتقعد بتشد بطنك وتخلي بطنك ماسكه معاك، ما بيبقاش في فرق خالص هنا ما بين الكرسي وما بين ظهرك. حلو الكلام. وصدرك هنا بتمسك الماسكه ديت زي ما اتفقنا. الفكره كلها ان تمسك الماسكه دي عشان دراعك الريست نفسه يكون مستوي. بس هتمسكها كده، بص لو مسكت كده ريستك هيكون متني، وهتنزل تطلع
لو بتمسك كده رستك مجني، بس انت لو حملت صبعك اوفر رستك بقى مستقيم، تنزل وتطلع، تنزل وتطلع. حلو الكلام؟ ديت كانت اول حركه اللي هو ظهرك لازق فيها. تاني حركه اللي هم ايه؟ بيبقى فيه قرش شويه، اللي هي بيبقى فيه ممكن تدخل ايد، يعني مثلا لو دخلت ايدي من هنا تطلع من الناحيه الثانيه. دوت للاسف للاسف دي بتاثر على الضهر الاسفل الضهر. في ناس كتير بتعملها كده وبتنزل وبتزق، بتديك باور زياده بس للاسف انت كده بتسيب نفسك. ولو زي ما ذكرت لعبه رفع الاثقال واللي هم الباور ليفتنج بيعملوها كده بحيث ان هم يزقوا من تحت ويزقوا برجلهم في الارض ويزقوا بكتفه في البنش، بس ده فعلا بيقل يعني هيسبب لك اصابه وحشه جدا في اسفل الظهر. بس تعالى نقول انت بتلعب عادي وما بتعرفش تخلي ظهرك لازق في البنش، بتلاقي نفسك ان انت بيبقى في قرش، بيبقى في ميل. اسهل حاجه تعملها ترفع رجلك. حلو الكلام؟ بتشيل رجلك خالص من الحساب كله، يعني من الايكويشن نفسها انت بتشيل نفس رجلك خالص وبتلعب نفس النظام. حلو الكلام؟ بتنزل تحت وبتزق فيه، تنزل تحت وبتزق. حلو الكلام؟ ديت زي ما كابتن هاني مره عمل فيديو، دي كويسه جدا جدا للناس اللي عندها وجع في اسفل الظهر وهي بتلعب صدر بالبار. لو لقيت نفسك ان انت فعلا عندك وجع يبقى خلاص ارفع رجلك. اي نعم ممكن تشيل اوزان اقل شويه، ان انت كده هتبقى محتاج ان انت تتحكم في التوازن بتاع الوزن اكتر من انت رجلك على الارض، بس مش مشكله. الفكره كلها مش في الاوزان، الفكره كلها مش ان انت تشيل مثلا 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 50 كيلو، الفكره كلها الوزن انت هتشيله فعلا بيحط تحمل على العضله عشان يهدم العضله ديت والعضله تكبر. هي دي كلها الفكره. فمش هتفرق بقى تشيل بقى 10 كيلو 20 100 200، اهم حاجه ال 10 او ال 20 دول هتلعب بيهم ازاي. وكل واحد فينا مختلف عن التاني، فحاول انت ركز في هدفك وركز في تمرينك. وحاول على قد ما تقدر وانت بتلعب التمرينه ديت ما يكونش في وجع على اسفل الظهر. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله مكملين. يلا سلام عليكم.